صباح الخير. من هنري كيسنجر إلى جون كيري، ومن الأسد الأب إلى الإبن، غيروا اللاعبين، إنما السياسة وحده. صدق بيك المختارة لما قال كلمته ومشى، ومن معراب غرد الدكتور ما بيجوز جلد حصان ميت. بلحظة دخول الثورة السورية عام الخامس، أتى تصريح وزير الخارجية الأمريكية ليمحي نضال ملايين من الشعب السوري، يلي إما قتلوا إما شردوا من بيوتهم ومن أملاكهم. واشنطن أوضحت كيري مش بقصده، وفي بلاد العم سام يلي بينقال الصبح بينتسى مسوية. قبل ما نبدأ بتقاريرنا رح ناخد اتصال من الدكتور علي حيدر، اختصاصي في الكوارث الطبيعية وأستاذ جامعي، لنعرف منه أكثر حول الكسوف يلي رح بيصير اليوم. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. يا هلا. يعني لما نقول اختصاص بالكوارث الطبيعية بنقز، بس لما نعرف تطميناتك كمان بنرتاح أكثر. بخصوص الكسوف يلي رح بيصير اليوم، مش صاير من 16 سنة صحيح؟ ايه صحيح، لانه عم بفائد نحن موجودين بمرحلة بيكون القمر كتير قريب على الكرة الارضية، بسموه سوبر مون. نعم. عادة بنستعمل كلمة سوبر لسوبر مان، هالمرة عم نستعملها للقمر. للقمر نعم. ايه بيكون القمر كتير قريب على الكرة الارضية، يعني القطر الظاهري يعني قدام نشوفه كبير بالسماء بيكون كتير كبير، منحسه فعلا كبير واحمر. وبالتالي لما بيجي بيقعد بيننا وبين الشمس بتصير الشمس معتمة أكثر، لأنه كل ما كبر القمر حجمه، طبعا هو ما عم بيكبر عم يقرب، بس كل ما كأنه كبر كل ما يعتم علينا أكثر. مشان هيك هيدي الظاهرة هالقد مميزة بهاي السنة نسبة للسنوات العادية. يعني نحن شو رح نشوف دكتور ابتداء من 10:30 صباحا؟ يعني شو رح يبين علينا؟ بدها الشمس تبين كأنه إجا القمر قعد بوجه، بس نحن مش من المناطق اللي فيها الكسوف الكلي، يعني نحن ما منشوف إنه إجا القمر وقعد بيننا وبين الشمس وغطاها كلها، منشوفها جزئيا. إجا قعد بيننا وبين الشمس، غطى شوي من قرص الشمس، وبيرجع بعد فترة بينحسر وبفل قبل ما يوصل لمرحلة إنه يغطيها كلها. عم نحكي لسكان لبنان. نعم. إذا لا، نحن من سكان المناطق اللي هي بين جرينلاند وبين أوروبا، في جزر محددة اللي هي شبيتسبرغن، سفالبارد وفارو، ساعتها منشوف إنه الشمس تغطي بشكل نهائي وصارت عتمة نهائية. نعم. قلنا من الساعة تفضل. هوديك المناطق بسموهم اللي بتعتم نهائيا بسموهم كسوف كلي، نحن بتعتم يعني بتحجب جزء من قوس الشمس وليس كله. فمشان هيك عنا بلبنان وبشبه الجزيرة العربية من تركيا لشمال السعودية هذا كله بصير اسمه كسوف جزئي. نعم. الكسوف الجزئي رح يبدأ الساعة 10:30، قد رح يبقى؟ هلأ هو عمليا ما بيضل كتير، يعني بيضل بيوصل بعده شي 3/4 ساعة بين ما يكون بلش ووصل لأقصى وانتهى تقريبا، يعني أو أكتر شوي حتى لأقصى بده تقريبا 3/4 ساعة، ولينتهي نهائيا بده شي 3/4 ساعة تانية. نعم. طيب شو تأثيره دكتور؟ تأثيره طبيعيا بيئيا؟ أول تأثير خلينا نبلش بالرومنطيقي، في أنواع من الطيور بتغرد بالنهار ما بتغرد بالليل. هيدي الطيور لما بتحس إنه العتمة بلشت، مع إنه هي ما وقتها تبلش مثل ما بيقولوا، بخف صوتها. فاللي بيعيشوا بالمناطق الجبلية الطبيعة الحلوة مش بس لازم يتفرجوا على الكسوف، بعدين بنقول إنه ما لازم يتفرجوا تما ينزعوا عيونهم، صح؟ ايه، بس لازم يسمعوا الكسوف. هاي اول مرة منقول انه لازم حدا يسمع الكسوف، يعني لازم ينتبه انه بالطبيعة الحيوانات اللي بتطلع صوت بالليل غير الحيوانات اللي بتطلع صوت بالنهار، بتختلف الاصوات للي عايشين بهاي المناطق الجبلية. هذا التأثير الرومنطيقي للمسألة. نعم. التأثير العملي هي الانتاج الطاقة الشمسية. يمكن لبنان ما كتير اليوم بيعتمد على انتاج الطاقة الشمسية، بس إذا بناخد مثلا الاتحاد الأوروبي اللي بينتج 90 جيجا وات من الطاقة الشمسية، لما بيمرق القمر بين الأرض وبين الشمس وبيعمل هذا الكسوف بينخفض إنتاج الطاقة الشمسية بهاي اللحظة بما يعادل أو يقارب 34 جيجا وات، يعني بنسبة عالية. طبعا هذا إذا كانت السماء صافية. إذا لا، أكيد الانخفاض مش سببه إنه مرق القمر، سببه إنه في غيوم، وهذا ببلش الانتاج يخف بمعدل 400 ميجا وات بالدقيقة، وبيرجع بيصير يقوى بمعدل 700 ميجا وات بالدقيقة بعد ما
تنتهي هاي العملية يعني. نعم دكتور علي، مش مزبوط انه بيترافق الكسوف مع يمكن هزات ارضية لو بسيطة؟ ما في منها هاي الاشياء عادة. هلأ احيانا سجلوا هزات بنهار الكسوف، بس هذا لا يعني مرتبط انه سبب المرور القمر هو اللي بيعمل الهزات، لا ما في رابط حقيقي بيناته. ما بنقدر نقول انه بدنا هلا نحن ناطرين هزه ارضيه اليوم بلبنان لانه بده يمرق القمر، ما في منها هاي علميا يعني. طبعا هو الكسوف الكلي بيمرق بشريط ضيق، يعني المحل اللي بتعتم فيه اكثر وسعه بالماكسيموم 463 كيلومتر، ولكن بما انه نحن بعاد عن جرينلاند وعن شمال اوروبا يعني عمليا يشمل الاف الكيلومترات الكسوف الجزئي اللي نحن حنتعرض له. وحيكون لانه القمر نحن بحاله سوبر مون، لحيكون القمر واسع كتير يعني اوسع من قطر الشمس، من حيث عم نحكي القطر الظاهري ب1.044، مشان هيك قلنا انه هذا الكسوف اكثر من غيره، هودي اللي معودين عليهم. نعم يعني عاده عندنا نحن تقريبا كل سنه مرتين كسوف ومرتين خسوف، هذا مميز فينا نعتبره. بس مرق بوسائل الاعلام انه عكس الكسوف الكلي هو الكسوف الجزئي، لا عكس الكسوف الكلي هو الكسوف الحلقي، يعني لما بيكون القمر بعيد عن الارض وبيجي بيقعد بوجه الشمس بيطلع انه في دويره مثل خيط رفيع حول القمر بعده مبين، يعني الشمس في مثل خاتم مضيء حول القمر بيصير يبين اكثر. هذا الخاتم اذا كان الكسوف كله بيكون صغير كثير او بالكاد مبين، اذا كان الكسوف حلقي بيصير خاتم مشع وقوي كثير. وبالتالي عكس الكسوف الكلي هو الكسوف الحلقي. فاذا نوع الكسوف اللي حيتعرض له لبنان اليوم هو كلي، بس كونه لبنان مش بالمنطقه تبع الكلي، مشان هيك بنقول لبنان يتعرض لكسوف جزئي. نعم. هلا بس بدنا نحذر العالم انه في نظارات خاصه للي بدهم يشاهدوا الكسوف، ومهم جدا انه ما يطلعوا بشكل مباشر من دون ارتداء هالنظارات، صحيح؟ ايه، ولكن انا حتى بالنظارات ما بنصحهم، لانه نحن عايشين بعالم ما في رقابه كامله على نوعيه هاي النظارات، يعني ما بدي انا ابني او صديقي او اي مواطن يروح يشتري نظارات مش من النوع المنيح ومفكر حاله حامي ويتكل انه دكتور علي هو يلي قال انه فينا نلبس نظارات يعني. فانا بفضل انه يطلع على التي في، يعني كاميرات التلفزيون عم بتصور هاي الحاله، اذا طلعنا على الشمس من خلال التلفزيون هيك بنضمن انه ما منضر ما حالنا، ما منضر. نعم، وخاصه عبر قناه تلفزيون المستقبل. 100% يسلم تمك. لازم نحن نرجع نعيد الحلقه على 10:30 يطلع. شكرا لك دكتور علي حيدر، اختصاصي في الكوارث الطبيعيه واستاذ جامعي، يعطيك ألف عافية وشكرا لمداخلتك. بالعودة لتقاريرنا لننتقل، رح ننتقل هلأ إلى محطة تكريمية لأحدى أهم الشخصيات اللي قدرت أنه تجعل من الرسم الكاريكاتوري الجاذب الأول لقارئ الجريدة. هو بيير صادق يلي كان محط تكريم من قبل جامعة الـAUST، وتفاصيل عن هالحفل التكريم من تبعها بهالتقرير. دخلت درس زياد قالوا عمي ناصري، انتقلت الى جريده النهار قالوا عمي قومي سوري، اعطيت جريده العمل قالوا عمي كتائب، نفذت الكاريكاتير السياسي المتحرك على الـ MBC قالوا عمي قوتي، اعطيت تلفزيون المستقبل قالوا عمي حبيبي. بالنتيجه انا صديق كل هؤلاء، وانا صادق في انتقاد كل هؤلاء. تكريما لأحد أهم الشخصيات اللي أرخت تاريخ لبنان المعاصر بالصورة الساخرة، وإيمانا بأهمية اطلاع الأجيال الجديدة على عبائرة تركوا بصمتهم الفنية بتاريخ لبنان، أقامت الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا ندوة تكريمية للراحل بيير صادق، حيث شارك بالإضافة للأصدقاء والمقربين حشد كبير من طلاب كلية الفنون والتصميم. كل سنة منسلط الضوء على أرتست شيء من لبنان،
وهالسنه نحن عم نعمل هالاكزيبيشن اكيد وهاللكتشر ان ريكوجنيشن لمستر بيير صادق. يعني في جيل ما بيعرف اسماء كبيره رحلت حتى بعدها على قيد الحياه، نحن من خلال هيدا النشاط بنحب نخلق تفاعل بين المجتمع الطلابي الصغير حتى للمجتمع الكبير. التكريم بجامعه الاي يو اس تي كثير مهم لنا، لانه نحن كثير بهمنا الارث اللي تركه بيير صادق بالكاريكاتير اللي هو ارخ تاريخ لبنان ضل خلال 50 سنة، نوصله للأجيال الصاعدة، وهيدا هو شيء كتير مهم بالنسبة لمؤسسة بيير صادق وهيدا هدفنا. بين لوحات بيير صادق اللي بتمثل لبنان باختلافاته وتناقضاته، سؤال واحد بيتبادر على الأذهان، لو كان بيير صادق بيناتنا اليوم كيف كان علق على الأحداث؟ في قسم كبير من شغل بيير من رسماته من لوحاته بيختصر لك تاريخ لبنان يوم بيوم، حتى هلأ بالمعرض المعروض هلأ بصور عاملها من كذا سنين بتشوف أنه لو أنه تطلع فيها بتقول هيدا عن اليوم. بيير صادق كان يوجع، بيير صادق كان يخوف كتار من السياسيين لما يتناولون بريشته ويحكي بالأحداث يلي ما كان لازم تصير، ويا رب رسمي من بيير صادق تغني عن مقال طويل. بقى نحن عم نجرب هلأ أنه نذكرهم أنه في إشياء هيك أساسية كانت موجودة وهي على بأساس الفنون بلبنان، وخاصة من ضمن الفنون فن الكاريكاتير اللي كان رائده الأستاذ بيير صادق. تعريف الأجيال الجديدة على بيير صادق وأمثاله من المبدعين الصادقين. مهمة نبيلة عم ترفع لواء الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا لتكسر حاجز الخوف، تنمي حس الانتقاد وتعزز الحرية عند الأجيال الناشئة. أنا كنت بعرف، يعني كنت أخذ فكرة عن إبداع بيير صادق بس ما كان عندي هالاطلاع مثل ما هلأ عم نشوف. هو من قبل أنا بشوف له صور وهيك، بس كأشياء تغيرت من قبل لا، مو بحس بعدها هي ذاتها. يعني لو شو ما صار رسمات رسمه ما بفتكر في شيء راح يتغير طالما سياسية هن زيتهم بعضهم هون. He's a good artist، كتير عنده فن حلو والكاريكاتير تبعولته كتير حلوة، وعن جد هيدا ليفل كتير عالي ونتمنى نحن نوصل له. قبل ما نتوقف مع فاصل إعلاني، ومثل ما بلشنا من الأسبوع الماضي تقريبا، رح نعرض فقرة جديدة أو فيديو عم بيتم التشارك فيه أو تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواقف طريفة ومهضومة، ونحن كمان ناطرين أنه تبعتولنا إياها عبر صفحتنا على الفيسبوك أخبار الصباح. بنشوف اللقطة من بعد بريك ومنرجع نتابع أخبار الصباح لليوم.